أحبائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غنطرقوا لواحد الموضوع تهمنا جميعا، ألا وهو الاعتناء بالنفس. يعني مشاغل الحياة بشكل عام والمشاغل ديالنا مع الأولاد ديالنا ومع العمل إلى آخره تجعلنا أنه بعض الأحيان ما تناخدوش الوقت لنفسنا، ما تناخدوش وقت للصحة ديالنا. يعني مثلا ما تنمشيوش نديرو رياضة، ما تنهتموش بالصحة ديالنا إلى آخره. وطبعا هذا شيء يعني غير مرغوب فيه، لأن دائما خاصو يكون عندي واحد الإحساس أنه لو كنت أنا ماشي مزيان ما غنكونش مزيان للأولادي ولا العملي ولا التحد. فبالتالي وجب علي ناخد الوقت نفسي باش يمكن لي نكون صالح للمجتمع بشكل عام. لنفسك طبعا عليك حق، الإنسان دائما يحاول ما أمكن أنه يسير وقته بواحد الشكل ويخلي واحد جزء ديال وقته لنفسه، يمارس فيه الرياضة، يهتم بصحته، وهذا شيء طبعا مطلوب. الاهتمام بالنفس فيه أيضا شق فيما يخص الشكل والمظهر الخارجي. يعني الله سبحانه وتعالى جميل، يحب الجمال، فهذا ما يعنيش طبعا الإنسان أي حاجة ما خصهاش يفوت الحد ديالها، ماشي أنه غادي بالضرورة يلبس أشياء غالية أو شيء أشياء نفيسة، لكن من المرغوب أن الإنسان يعتني بالنظافة دياله وبأنه يحاول ما أمكن أنه يكون ذو مظهر جميل وأنه يحبب الناس فيه باش يكون تواصل مع المجتمع بشكل فعال. أحبائي، شكرا على تتبعكم، وما تنساوش سلوكك يحدد قدرك.